يا ابني ما هو انت لازم تسمع كلامي. اللي ما بيسمعش كلامي هيتسوح. يا حبيبي انا قلبي عليك. اسمع انت بس كلامي وهي هتقضى. قشطه؟ ماشي. يلا. سلام. ايه ده؟ تركب ولا تشعب؟ نعم. ايه؟ مش محتاج توصيله؟ ايه ده؟ رحيم السيوفي؟ الله، وانت تعرفني؟ ده انا بحبك جدا. ده انت مكسر الدنيا. انا فانز ليك على فكره، انت ومو صلاح. ده انت طلعت حكايه باين عليك. اركب اركب. فين؟ هنا اهو؟ اه. دي عربيتك؟ اه. ما شاء الله. حلوه؟ حلوه قوي. طب اركب. اركب. مركبش ليه؟ ده انا بحبك جدا. ايه ده يا عظمته ده؟ هو ده الخطف؟ طب المطوه دي جبتها ليه طيب؟ كنت كلمته في التليفون اسال يا عظمته. عماد هو اللي بعتك بالموبايل ده ليه في الاسم؟ بحبك جدا على فكره. وانت كمان تتحب الصراحه. حبيبي. بس عايز اقول لك على معلومه. اعرف ان انا ما دام وصلت لك تبقى قيامتك قامت، فاتكلم احسن لك. طب ما تقوم قيامتي. هو انت متصور ان انا خايف منك؟ ميجو الوحش ما بيخافش، معروفه. ممكن تقول عليا مجنون، اهبل، ازاي مش خايف من رحيم السيوفي؟ بس انا كده. اصل انا رضعت الخوف ده من صدر امي من زمان، من ايام ما كنت بيبي. فزي ما تقول كده اتعودت عليه وجدتي نحست وما بقاش يفرق معايا. وبعدين انا هخاف منك ليه؟ هتعمل لي ايه يعني؟ هتضربني؟ اضرب. انا بحب الضرب جدا على فكره، جدا. ده انا امي وانا صغير هانتني ضرب. امال انا وصلت كده ازاي؟ هتعمل لي ايه تاني؟ هتقتلني؟ يا ريت تبقى وفرت عليا تعب سنين جاية. وفرت عليا تعب سنين جاية. ده أنا بقول شعر. الله عليك يا ميجو يا مشعرة. بس عشان أريحك وأثبت لك في نفس الوقت إن أنا لا خايف منك ولا خايف من عماد. عماد هو اللي قال لي أعمل كده. وخلاك تعمل إيه تاني؟ وهو عمل كده ليه؟ وخلاك انت تعمل كده ليه؟ انا هعمل كده ليه؟ عشان خاطر الفلوس. كنت عاوز اسلك منه كام باكو كده ادلع بيهم نفسي واتشبرق بيهم. وبعدين كنت عاوز اسطر اختي في الحلال بدل ما تمشي شمال. ولا طب انت يرضيك؟ انما هو ليه يعمل كده؟ انا ماليش ان انا اساله يا باشا، ماليش. انا بربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. هو يقول لي اعمل وانا انفذ على طول. بقول لك ايه يا ميجو، كلمها في التليفون هددها. ميجو يتكلم في التليفون. اشتري بودره يا ميجو علشان نحطها لها في مكتبها ونلبسها قضيه. ميجو يشتري على طول. اقتل يا ميجو. ميجو يقتل لميا. لا، القتل ماليش فيه، دي صرفة عماد. لكن انت بقى عاوزني اروح اساله واقول له انت ليه بتعمل كده في الست اللي انت حاطط عينك عليها وعاوز تتجوزها؟ ده جنان اصلا. انا مالي بقى يا راجل، تسجن واحده وتعيشها في رعب وفي الاخر تقول انا مالي؟ وايه يعني لما تترعب لها يومين؟ ما هي طول عمرها عايشه في العز، لا عمرها اكلت من الزباله ولا نامت في الطل عريانه في عز البرد. وبعدين اللي زي الدكتوره دي ما بيتحبسوش كتير، بيخرجوا على طول، مش زينا. احنا لما بنتحبس بنلبس. بس مش عشان خارجين، لا، عشان داخلين. حتى انت يا رحيم بيه، حتى انت كمان مش زينا. لو كنت في يوم قرصك الجوع قوي كنت هتبقى على استعداد انك تعمل اي حاجه، اي حاجه عشان تنفخ بطنك والسلام. يمكن تحس بالشبع. يبقى ما تعرفنيش يا ميجو.
أنا كل اللي أنا فيه ده كان سبب ورث الجوع، بس الفرق اللي بيني وبينك إن أنا مفيش طوق ملفوف حوالين رقبتي. والنبي ما تحسسنيش إنك بتتكلم مع كريم ابن أختك. مفيش مخلوق اتخلق على وجه الأرض دي مفيش طوق حوالين رقبته. بس في ناس بتختاره بمزاجها وناس بيتلف لها غصب عنها. كلامك حلو يا ميكو. الله، مش كلامي لازم يبقى حلو. بس احنا بقى محتاجين نكمل الكلام ده في حته تانيه. يلا يلا نركب العربيه الجميله اللي انت بتحبها. اه ماشي يلا. يا دودو، ايه ده، احنا هننام بدري ولا ايه؟ الساعة بقت واحدة. يعني هو بدري جدا على فكرة. ليليا، هو احنا هنفضل كده؟ مش فاهمة قصدك ايه يعني؟ لا انت فاهم. هنفضل كده متجوزين مع وقف التنفيذ؟ ليليا، أنا بحبك. بحبك وكل أملي من الدنيا إنك تحبيني خمس الحب اللي بحبه لك. أحبك كفاية عليا أوي وكتير كمان. كل اللي عايزه إنه أشوف في عينك لمعة حب. أسمع منك كلمة بحبك. مكالمة في الوقت ده محظوظ انا. اي مين؟ رحيم؟ مين اللي معاه؟ لا 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 لا، ما تبلغش البوليس، انا نازل وهتصرف انا. يلا رحيم. هنا داليا، مهما حصل ما تحركش من مكانك هنا، فاهمة؟ في ايه؟ أنا قلت ما يصحش أجيلك بيتك متأخر كده وإيدي فاضية. ايه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد. ماجد محسن. ميجو. اسف، ميجو. انت بتقول ايه؟ ومين ده؟ انت مين يا ابني؟ انا مين ايه يا عماد بيه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ميجو، ده احنا دفنينه سوا. بص الصراحة انا لبستك، انا اسف. الشهادة لله، هو بيحبك قوي. هو في الأول قاعد يلف ويدور ويقول الشعر، مش كده يا ميجو؟ أيوه. بس في الآخر بقى جه معايا سكة وقال لي على كل حاجة. اتفضلي. عماد، في إيه؟ اطلعي فوق يا داليا. إيه؟ هو أنت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قول لهم يا ميجو على اللي قلتهولي. رحيم، اللي بيني وبينك داليا مالهاش دعوة بيه. مين الراجل ده؟ وعايز إيه؟ ما تتكلم يا ماجد، قول لمدام داليا ايه اللي وداك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز. نسيت اعرفكم ببعض، الاستاذ ماجد محسن شغال في مصنع الاستاذ عماد، مسجل سرقه بالاكراه وبلطجي وديلر على قده. ولما سالته انت اللي قتلت لميا؟ قال لي لا، قال لي ان الاستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لميا. انا مش فاهمه حاجه، انت تقصد ان هو اللي داليا؟ انت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي انت وهو انا هقتلكم. عماد انت اتجننت ليه؟ ايه الجنان في كده؟ مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي، ده حتى القانون في صفي. ايوه بس انا عايز افهم، انت كنت بتعمل ايه في الاسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه. بقول لكم ايه يا بهوات؟ بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف، اقطع لكم الرقبه البيضه الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه
ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم، عشان هي معروفه معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا في بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه انت كنت بتتصل بيا، انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره، انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه، مش كده يا عمده بيه؟ ها عمده بيه يقول لي اتكلم، ميجو يتكلم، اشتري بودره، ميجو يشتري. ها من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضيه كلها. يلا بقى. طب اهدى اهدى يا ماجد، اهدى وشوف انت هتأذي مين دلوقتي. عارف عارف يا رحيم بيه، عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي الكام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه، بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا، المهم ان انا الحق اتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يا عماد هو اللي حطنا محضر يا لالا، مش وقته، انا بحكي لك كل حاجه بعدين. هتقلق المصعد. ماجد 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 افهمني افهمني دلوقتي، سبب مشاكلنا انا وانت رحيم، يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا انا وانا بحبه بس ماشي. يا قلبي داليا؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ في ايه داليا؟ مالك بس يا حبيبتي؟ حاب؟ ازيك يا حاب؟ لما ضاقت بيا الدنيا ما لقيتش حد اقدر اكلمه غيرك انت. وانا عملت باصلي وجيت لك يا سيد. اتفضل. ايه؟ ماشي على طول كده؟ خسرت كل حاجه يا حاج. كل حاجه. حتى جهاد. الواطي لما عرفت باللي حصل لي لقيت اخوها الواطي بيكلمني وبيقول لي انها سابت الشقه وعايزه تتطلق. شكلك زعلان عليها قوي. انت اللي عملت في نفسك كده يا سيد، رخصت نفسك مع اللي يسوى واللي ما يسواش، مع اني حاولت اعمل منك حاجه بس انت صممت تكون ولا حاجه. حقك حقك تبكيتي فيها زي ما انت عايزه، بس عايزك تعرفي انا اتجوزت بسببك. كنت عايز اغيظك واغيظ اهلك وخلاص، وانت فاهمه ارحام انا لولا كده عمري ما افكر اتجوز عليكي ابدا. بتغيظني؟ بتغيظني أنا؟ بعد كل اللي استحملته منك السنين اللي فاتت دي بتغيظني أنا يا سيد؟ على فكرة بقى، أنت اللي تعب نفسك بتجري ورا حاجات عمرك ما هتوصل لها. قولي وصلت لإيه في الآخر؟ قولي. مش عايز حاجة دلوقتي غير إن أنا أولع في عماد ورحمة أمي ما أنا سايبه. في الأول رحيم ودلوقتي عماد، هو في إيه؟ أنت إيه ما بتزهقش؟ حابب طول عمرك تعيش في حرب مع البشر؟ طب لحد امتى يا سيد؟ لحد امتى ويا ريتك بتكسب؟ على طول خسران. عارف بقى؟ لولا ان انا باقي على العشره وانك ابو عيالي ووقفتك معايا زمان كنت خسرتني انا كمان يا سيد. لا انت الخساره اللي معرفش اعوضها رحاب. يا سلام، بتقول كده بعد كل اللي عملته معايا يا سيد؟ حقك عليا. طب بص بقى يا سيد، لو انت بجد مش عايز تخسرني كفايه قوي لحد كده، ارجع بقى لبيتك وعيالك، وده اخر كلام عندي على فكره. حاضر حاضر يا حاج، خلاص بقى. فلت منها ابن الايه؟ عمل ايه؟ هو اللي بلغ البوليس بنفسه وقال في النيابه
ان الواد دخل عليه بغرض السرقه والقتل. قال ايه؟ عشان كان عاوز يطرده من المصنع. وما قالش عني حاجه ولا كلمه. وطبعا شهاده كل اللي موجودين في الفيلا اكدت كل كلمه قالها، ان الواد ماجد كان لوحده جوه الفيلا. بس ده كان كده ممكن يلبسك قضيه. واللي انا مستغرب له ان كاميرات المراقبه اللي موجوده جوه الفيلا اكيد صورتك وانت داخل بالواد. وطبعا قال لهم من الكاميرات ما صورتش حاجه. بس انا عاوز افهم هو عمل كده ليه؟ عشان هو عايزني ابقى بره، مش عايزني ادخل السجن. ليه؟ اكيد بيحضر لي حاجه. ربنا يستر. اتفضل. ايه ده؟ ده ملف في كل حاجه عن حسن رشوان، من اول ما اتولد لحد نوع الاكل اللي بيدخله له جوه السجن. علشان كده انت احسن محامي في مصر. امال انا مش مصدقه نفسي، مش مصدقه البجاحه اللي انت فيها دي. جاي تقول ايه بعد ما سمعت كل حاجه بوداني؟ جاي طالب السماح. والله عايز اسامحك على ايه؟ على انك كنت هتدخلني السجن، ولا انك لفقت لي قضيه مخدرات وكنت هتقضي على مستقبلي كله؟ لا انا هسامحك علشان كنت بتتجسس لي على جلساتي مع صبري. انت مصدق نفسك؟ انا عملت كل ده علشان بحبك. انا مش مصدقك، انت بجد مجنون. اه مجنون. مش محتاج اقول لك طبعا انا مجنون بمين. مجنون بيكي، اظن ده واضح في كل كلمه وكل نظره مني ليكي. انا بس بشوف الحاجات غير ما الناس بتشوفها، عيني اوسع فبشوف الصوره كامله. يعني مثلا يوم خروج رحيم من السجن شفت انك رجعتيها، شفتها اول ما سمعت الخبر، شفتها اول انت ما عرفتي، شفتها في عينك. عشان كده قلت لازم اتصرف، لازم الحق الانسانه الوحيده في الدنيا دي اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. تقوم بلفاء لقضيه مخدرات؟ عندك حق، انا زودتها المره دي، بس انا عملت كل ده علشان بحبك. من كتر حب ليكي عايزك تبقى ليا انا، مش لرحيم، مش لاي حد، ليا انا بس. كان نفسي اشوف نفسي في عينيكي، فارس الاحلام اللي بيحقق لك كل حاجه. بص لها كده من الناحيه دي هتلاقي رومانسيه خالص. انت 100% مجنون. انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انت عايز تجنني؟ داليا اعمل ايه علشان تحبيني؟ حتى في عز ما زفت رحيم كان في السجن كنت دايما بحس انك معاه هو مش معايا انا. انا داليا انت عمرك ما هتحسي بعذاب بني ادم بيحب حد هو ما بيحبهوش. وانا مش بس بحبك، انا بعشقك. كنت دايما اقول لنفسي اصبر يا عمده، اصبر هتحبك، اكيد هتحبك في يوم من الايام، اصبر. عماد انا النهارده كنت عند المحامي ورفعت قضيه خلع. لا ما انا مش هسمح لك ترجع الرحيم تاني ابدا. ما انا مش هرجع له. انا مش لا اشوف وشك ولا اشوف وشه. انا مش بتاعت حد. طيب ايه رايك تدينا فرصه نكمل حالنا؟ عماد الكلام خلص، انا مش عايزه اشوف وشك تاني. داليا بس انا مش هقدر ابطل احبك. انت
هتبقى دي مشكلتك. تبقى ما فهمتنيش يا داليا، تبقى ما فهمتنيش، علشان كده هتبقى مشكلتك انت. رحيم، نفسي هفتني على كوباية شاي ميري قلت اشربها معاك. ايه اللي جابك يا رحيم؟ اقول لك واحنا بنشرب الشاي، انت خلصت قصات الشقه دي ولا لسه؟ لو جاي عشان تعطل وقتي باب الشقه لسه مفتوح، اطلع بره. ما تفهمنيش غلط، علشان افهمك صح. وعارف انك انت طول عمرك عادل ومالكش في الشمال. عايز يا رحيم؟ سبت الملف بتاعي ليه؟ وانت عرفت منين؟ ده ليه لما جات لك انت بنفسك قلت لها انك سبت الملف؟ معلومه زي دي ما تخرجش من عندك بالسهوله دي الا لو كان غرضك انها توصلني، مش كده برضه؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ برضه ما جاوبتش على سؤالي. اسال حبايبك في الوزاره. للاسف كل حبايبي اللي في الوزاره لسه ما خرجوش من السجون. حلو، انت بقى خرجت ليه؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما اعرفش. مش على الكلام ده رحيم. صدقني انا جاي لك عشان افهم. انا اصلا مش فاهم حاجه. حلو، ما تجيب اللي عندك وانا احط اللي عندي ونفهم سوا. ما ينفعش، مش انا اللي احط ايده في ايد واحد زيك. يا احمد باشا افهمني، العقل بيقول ان انا وانت عمرنا ما نكون في صف واحد، واللي بيحصل من يوم خروجي من السجن لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ملوش دعوه لا بعقل ولا بمنطق. علشان كده تعالى نقعد ونتكلم وتقول اللي عندك واقول اللي عندي، يمكن نفهم، ولما نفهم ارجعك السجن تاني. اهو مثلا. ايه؟ مش هنشرب الشاي بقى؟ عيني، انا عارفه ان هو زمانه شايط دلوقتي، بس انت لازم تهديه. فاهمه ان ده صعب، بس الشغل شغل. اوكي يلا هكلمك تاني، باي باي. مشاكل في الشغل العادي. بقول لك ايه، انت كنت قايله ان انت بتاسسي مكتب لشركه اتصالات جديده في مصر، والشركه دي انا لما سالت عليها لقيتها قفلت، وانت عمرك ما كنت شغاله فيها. ده انت مذاكر قوي. ما هو لازم اذاكر البلد اللي انا رايح فيها. معلوماتك صح. بص يا سيدي، انا عندي مكتب استشاري للهيومن ريسورسز. يعني ايه؟ يعني اي شركه عايزه تاسس او تفتح فرع جديد لشركتها، تمام، بتخاطب المكتب بتاعي، بيعمل لها هيكل اداري وبيعين لها الخبراء اللي هي عايزاهم في المجال اللي هي طالباه. والشركه اللي انا كنت شغاله فيها في المانيا بتعيد فتح فرعها هنا في مصر. بس هي دي كل الحكايه. فهمت؟ فهمت. ما قلتيش صحيح، عملت ايه في السفارة؟ الفيزا طلعت. وساكت. مبروك. معنى كده ان احنا في خلال يومين ثلاثة بالكتير قوي هنبقى في المانيا ان شاء الله. كويس. هو ايه ده اللي كويس؟ انا قلت انت هتبقى طاير من الفرح ومبسوط اكتر من كده. انا مبسوط اهو. رحت فين؟ لسه هروح. هتروح فين؟ هودع الناس اللي بحبهم. كل اللي انت بتقوله ده يودي لسكة واحدة، اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل ل 700 مليون. انت شايف لها معنى تاني غير كده؟ مش انت بتقول ما تعرفش حاجة عن الفلوس ولا تعرف هي فين؟ انا مش مصدقك. طب انا لو بكذب هجيلك ليه؟ ما انا عارف انك انت سبت القضية. هقول لك كل المعلومات دي ليه واكشف نفسي قدامك.
كنت فضلت مخبيها اسهل بكتير من الكذب. عشان انت متاكد ان انا هوصل لها كده كده. وبعدين ما تقنعنيش يعني ان واحد يعمل معاك كل ده لو ما كانش متاكد 100% انك انت اللي خد الفلوس. ده عمل اللي اكتر من كده مع التلات محاسبين اللي كانوا شغالين معايا. وطلع في الاخر معاهمش حاجه. مش انت اتاكدت بنفسك لما مشيت وراهم؟ ممكن تكون انت اللي عملت كده. عشان تداري على موضوع السرقه. هقتل ثلاثه وانا جوه السجن؟ على الاقل كنت حميت اهلي وفلوسي بدل السرقه اللي حصلت فيهم. انا زرت يونس عبد الحميد في السجن. يا حبيب قلبي الملك، امانه تسلم لي عليه لو شفته تاني. كل الناس بتحبك يا رحيم. دي نعمه من عند ربنا. بس هو بيقول اللي عمل كده مش حد من زباينك اللي قدامه. ده حد وقعت المعلومه قدامه وعايز ياخد الفلوس لنفسه. والحد ده من عندكم. خدني على قد عقلي يا احمد بيه. واحد بيقول انه انتحر، والتاني خبطته عربيه، والتالت اختفى، وبعد ما اختفى لقوا في ايميلاته رسائل تهديد وورقه من الورق اللي اتسرق مني بعد ما اتسجنت. مين بقى اللي في ايده يحول جريمه قتل لحادثه انتحار؟ ومين كمان اللي في ايده يقبض عليا ويسجني في عز الوقت اللي سجون البلد فيه كانت مفتوحه على البحر؟ يوم ما اخرج تيجي لي رسائل تهديد على موبايلي كانها كانت خطه مرسومه من قبل ما اخرج. وانت جاي لنا بقى عشان ادورك على الحد ده عندنا؟ انت ايه رايك؟ رايي انك جاي لي عشان تلهيني وانزل من على دماغك بعد كبسه السلاح. طول ما انت شايفني وحش كده يا احمد باشا عمرنا ما هنتقدم خطوه لقدام. عايزني اشوفك ازاي يا رحيم؟ انت راجل حرامي سرقت فلوس البلد وهربتها بره. يا باشا انا كنت بنفذ طلبات اصحاب البلد. اصحاب البلد دول مين؟ اصحاب البلد هم اللي عايشين هنا وشقيوا وتعبوا وفي الاخر اتسرقوا. ويا باشا هم الناس اللي بيحكمونا دول جايين من ايه؟ نازلين علينا من السما؟ ما هم من الناس دي. يا باشا حوار غسيل الاموال ده موجود في العالم كله. عندك امريكا مثلا يوم ما احتلت العراق لقيت نفسها قدام فلوس متلتله وذهب وبترول، فحبت بقى انها تدخل الثروه دي جوه اقتصادها. بس ما ينفعش انها تاخد الحاجه دي وتحطها عندها كده على طول من غير لائحه ولا دستور. لازم الكلام ده يتم بشكل رسمي. ام عملت ايه؟ قالت لك اعمل اعمار العراق وانشر الديمقراطيه فيها. فجابت مستثمرين ورجال اعمال، والناس دي جابت مستشارين، والمستشارين دول جابوا خبراء شكلوا لجان، واللجان دي جابت خبراء، ومن هنا الفلوس اتغسلت والكل اتحين. ومعلومه يا باشا، لما تلاقي شغلانه كتروا فيها المستشارين والخبراء اعرف على طول ان فيها غسيل اموال. الفرق بيني وبين امريكا ايه بقى؟ ان انا ما كنتش بشتغل رسمي، عشان كده دخلت السجن. الله، وهتدخل السجن بس اصبر. واضح يا معالي الباشا انك انت بتكرهني. بيقولوا المشاعر لما بتخش جوه الشغل بتبوظه، وخصوصا شغلنا. شغلنا؟ اه شغلنا. ما انا وانت بنشتغل في نفس السوق. احنا مكمل بعض يا باشا. انت من غيري مش هتلاقي شغل، وانا من غيرك هشتغل احسن صراحة. موضوع ماجد ده خلصان، مفيش فيه أي مشكلة. المشكلة دلوقتي في رحيم، تقريباً كده عرف كل حاجة. من الآخر أنا زهقت من الموضوع ده وعايزه يخلص خالص نهائي. ما أنا هذا أهو. أوكي. سلام.